يلا نعمل التعارف. التعارف ده بمعنى ايه؟ شله كده رايحه، الشله دي رايحه تتعرف. التعارف ده جنب المعهد في كذا في استوديو اهرام والنحاس كلهم جنبك بالظبط. فدول رايحين التعارف، طب مع السلامه. التعارف ده ان هو يروح يعمل حلقتين مشهدين قهوجي مش عارف ايه بتاع ويجيب قرشين كده يعني. انا ما كنتش حاسس ان انا عايز اعمل الحكايه دي يعني. ولا مره؟ ولا مره، هي مره بس احمد عزمي اللي يعني اصر يعني. عملت ايه؟ عملت قطر. عملت ايه؟ قطر. ازاي؟ لا لا يعني كنت بعمل مسرح في المعهد والناس تيجي تشوفك بشكل شيك وبتاع، ولو جت حاجه كويسه بقى تمام. لكن عزمي اصر ان احنا نروح نعمل مع الاستاذ محمود حنفي اعتقد في استوديو الجيب في الزمالك. قلت له ده ايه؟ قال لي يعني 150 كده وفرخمه شويه وما اعرفش ايه والجو لامع وبتاع. وجبه. وجبه. قلت له وجبه فيها؟ قال لي فرخمه شويه. قلت له ماليش في الفراخ. قال لي يعني ابدل معاك انا مش عارف ايه نعمل ايه. قلت له ماشي. رحنا. قد ايه؟ قال لي ساعه زمن ممكن ساعتين يعني. قلت له ماشي. قال لي يعني ورايا حاجه؟ قلت اروح. انا رحت من هنا ببص على عزمي لقيت وشه طياره، طياره قدامي مش باين منه حاجه. يعني هم حاطين له الطياره كده ويعني معموله بطريقه السفنج يعني مش يعني خفيفه بس ايه وشه مش باين بس عينه وجسمه كله طياره وشه براسه. فانا قعدت اتريق عليه فلقيت الاستاذ فجاه داخلين لي بقطر راح ملبسني القطر. اه والله العظيم بقى قطر كده من هنا لهنا كده قطر. ايه الحكايه؟ الحكايه ان احنا في مسلسل اطفال استاذ سمير حسني اعتقد بيحاسب لماذا تتاخر يا قطر ولماذا الطائره مش عارف ايه واحنا بقى اللي بنتكلم عن فانا عملت ده لا اتشفت ولا حد شاف اي حاجه والموضوع خد يومين وكانوا بقى بيسيبوا ساعتها عند احمد زاهر الاوردر. احمد زاهر كان عنده يعني امكانيات فطبعا كان بيبلغ ده الاوردر دور القطر عايزينك الساعه كذا وتريقه في المعهد طبعا سبب عزمي ووداني في داهيه. اه والله العظيم لغايه طبعا ما حاولنا يعني نجيب احمد زاهر معانا يعمل اي حاجه يعني عشان برضو يبقى ما يبقاش في فضحنا لوحدنا يعني. اه وعملت دور القطر؟ عملت القطر. كان كويس؟ عملت القطر ما اعرفش كان كويس ولا كان ايه. انا ما كنتش شايف نفسي ولا حد شايفني يعني. أنا ما... طبعا انت واضح كده ضايقت جدا بعدها. طبعا يعني انا قلت هروح اعمل اي يعني لحظه تمثيل حد يشوفني حد بتاع لان الناس خبوني في القطر وخلصت الحكايه على كده. وكلنا الوجبه وخدنا الفلوس ومشينا. الوجبه كانت كويسه؟ كانت كويسه بس كانت مجلده شويه. مجلده شويه زي القطر. وبعدين؟ كررتهاش تاني بقى؟ لا خلاص بقى. ولا اشتغلت كومبارس؟ لا عمري. خالص؟ لا لا. يعني كان في ناس في الخارجين المعهد او طلبه في المعهد يقول لك كلمتين ثلاثه ومشهد بقى حاجات بتاعت مش عارف كنت تنك شويه مش عارف مش تنك يعني واثق في نفسي. ليه بقى؟ عارف يعني عندي احساس بان اللي جاي احسن ومصدقه جدا. شايف ده كويس؟ شايفه كويس، شايفه انا عيل صغير فانا لما اكبر مش هشوفه شايفه. ودخلت المكان ده خلاص فربنا سبحانه وتعالى في حاجه وهي والدتي حتى وانا داخل المكان ده وقبلت قالت لي اعمل اللي يفيدك ويفيد الناس اعمل وهي دي الجمله اللي انا بتختار ازاي صحفي انت قال لي يفيدني ويفيد الناس بعمله الدور اللي يفيدني ويفيد الناس بعمله. عندي غلطات عندي بس لازم تبقى بنسبه ضئيله جدا. ازاي بقى الدخله جت بقى الشغل بقى بدا ازاي معاك؟ بدات مسرح اشتغلت مع الاستاذ نصر عبد